السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم ألف عافية متابعينا الكرام. احنا في أحد المشاريع المنتهية بفضل الله. طبعا هذا المشروع قمنا بتصميمه وشرح التصميم على القناة على اليوتيوب، وشرح أيضا تصميم دكت التكييف. طبعا يحتوي هذا المشروع على ماكينات نوعية كارير مكسيكي، سبل الدكت، وأيضا مكاين باكج عدد 2 8.5 طن أيضا مكسيكي، وفي الخدمات طبعا 4-5 مكيفات سبلت نوعية سوبر جنرال، وأيضا في عندنا مكيف المطبخ نوع كاسيت نوعية او جنرال 3 طن. طبعا المرحلة الأهم والأصعب هي عملية التجريب والتشغيل. احنا إن شاء الله اليوم في مرحلة عملية التشغيل. طبعا تم توريد وتركيب كل، بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا في عندي انا هون ماكينة باكج تدفع باتجاه الاسفل لهي الصالة الدائرية، وعندي المتبقي مكاين سبلة دكت. طبعا تم التشغيل قبل قليل، تم ضبط الترموستات على درجة 20 درجة، والآن درجة الحرارة عندي هون 29 إلى 35 درجة داخل المبنى. طبعا تم التشغيل من 5 دقائق. طبعا بيعطينا هذا الترمستات درجة حرارة الغرفة. وطبعا عند التشغيل احنا حاليا في فصل الصيف. هاي عندي هون ماكينة الباكج 8.5 طن طبعا شغالة، درجة الحرارة 33.5. طبعا تم التشغيل قبل قليل. طبعا مثل ما عم تسمعوا الصوت تقريبا سايلنت بالنسبة للهواء، ما في عندي صوت. طبعا تحتاج الفيلا الكبيرة مثل هاي ما شاء الله، يعني حتى يتم التبادل الحراري ما بين الجدران. شوفوا هون عندي 34.5 ما بين الجدران طبعا الموجودة، والأبواب والأرضيات والأسقف كلها درجة حرارتها طبعا مرتفعة. تم التشغيل قبل قليل، يعني تحتاج 24 ساعة لبكرة الصبح أتوقع تكون كل الجدران وصلت لدرجة حرارة المضبوطة. في عندي هون طبعا مكيف الأو جنرال 3 طن كاسيت، طبعا بيجي معه حاليا ترموستات نفس السبلت دكت، مو ترموستات اللي هو السبلت العادي. طبعا نفس الشيء هون، هون عندي 31.5 واصلة درجة الحرارة. طبعا احنا مشغلين حاليا المراوح على الهاي سبيد على اساس تسريع عملية التبريد في البداية، ومن بعدها بيقدر الكاستمر انه يستخدم الميديوم سبيد. طبعا هون في عندي ماكينة سبل الدكت موجودة، هون في عندي مكيف سوبر جنرال هون 1.5 طن لهي الغرفة، عندي هاي الغرف طبعا شغال 33.5، يعني في فرق تقريبا 13 درجة إلى 14 درجة ما بين درجة حرارة السيتنج الموجودة عندي هون 31 درجة. هون مكيف مطفي طبعا راح نشغله، والمروحة على الفل.
ايضا عندي هذه الغرفة شغال احنا 30.5. طبعا هاي بالنسبة لتكييف في الطابق الارضي، ورح نطلع نشوف تكييف في الطابق الاول وايضا الوحدات الخارجية.